تأكيد نتابع التقرير القادم من مهرجان الشعر العربي ونعود. لابد أن نعترف اعتراف جميل، نحن نحتاج كثير من البرامج وكثير من المنابر وكثير من الأعمال لتعزز فكرة التبادل الثقافي بين البلدان وتوحيد الذين يتحدثون بهذه اللغة الجميلة لغة الضاد. وأقول دائما إن الشعر هو ابن اللغة المدلل وهو الأقرب إلى القلوب. نحن نقول بشكل دائم بيت الشعر للجميع، ومهرجان الخرطوم للشعر العربي للجميع، ورهاننا الدائم إنه في كل عام نقدم أسماء جديدة، نقدم أعمال جديدة، نفتح شراكات. كما ترون التشكيل موجود، الفولكلور موجود، معرض الكتاب موجود، وتوقيع الدواوين كذلك موجود. سعيد جدا جدا لإيماني بتواصل الأجيال أن أجد هذه الفاعلية يؤمها عدد كبير من الشعراء والشاعرات الشباب. أتمنى أن تكون الفاعلية الثقافية التي نحضرها يعني ممتعة جدا جدا، وفيها كثير جدا جدا من الشعر الجميل الذي يعني حيكون من الشباب ومن الشابات. وأشكركم جدا جدا وأقول لكم أنتم دوما شمس السودان التي لا تغيب. شكرا جزيلا، كتر خيركم. أزور الخرطوم في كل عام يعني استمتع بهذا الجمال. الخرطوم في هذه الأيام كعبة يطوف حولها الجمال وتطوف حولها المعاني الفريدة المتنوعة، هذا التثاقف وهذا التبادل المعرفي. الشعر الجميل يجعل من الخرطوم أكثر جمالا وأكثر بهاء. أتمنى أن يدوم هذا الألق، والشكر الجزيل للشارقة والشكر الجزيل لبيت الشعر في الخرطوم. وصلت اليوم وإن شاء الله بعد قليل بتكون مشاركتنا، متحمسين جدا لتقديم الشعر أمام هذا الجمهور الذواق المعروف بذائقته الشعرية العالية، وإن شاء الله نكون يعني ضيوفا يعني يقدمون الشعر الجيد يعني، وأن كذلك أن نحظى بلقاء السودانيين الذين نعرفهم يعني بطيبتهم وبأكرم أخلاقهم وضيافتهم التي يعني كانت معنا من وصولنا من المطار.